صباح الوطنية. صباح الوطنية اليوم نتكلم لكم عن موضوع مهم كالعادة، وهو المشجع المنتخب الوطني علي جبريل سويلم ملقب ترتورة. مرحبا بك ضيفي الكريم. ترتورة لا تتكلم. مرحبا بك ضيفي الكريم. اخترنا اليوم نستضاف لكم ترتورة بمناسبة فوز المنتخب الوطني يوم السبت على بوركينا فاسو. ومعايا في التقديم كالعادة سميرة السماني. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدي الكرام ومشاهدي قناة الوطنية في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم اليومي صباح الوطنية. كما تعرفوا قالت لكم صافية موضوع الحلقة، ولكن نرحبوا بالضيف ترشي راسي. صباح ما شاء الله. ياك لباس عليك ما شاء الله. شماسي ما شاء الله. شماسي مع قلبنا المنتخب ما شاء الله. الحمد لله. بوركينا فاسو ما شاء الله. شماسي انتم ولاك لباس ما شاء الله. تبارك الله. صباح الخير. مرحبا بك وسهلا. ترى اللي تتكلم لنا عن تشجيعك للمنتخب الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. اولا بعد كاع شاكر قناه الوطنيه وشاكركم انتم هاتي السنتين. شكرا. بما اني الحمد لله شاكركم باستقبالكم لي اليوم، هاي مرة ثانية تستقبلوني هنا في قناة الوطنية. وشاكركم الأعداء اللي مواكبين لروح الوطنية. صحيح. وفي التلفزة الوطنية. وراجي من عند مولانا مولي لا تتقدموا إلى الأمام به اللي الرياضة قا بدون المرعى لكن في الطعام بلا ملح. صحيح. هاك سامين. وذيك الناحية شاكركم ونختاركم اللي لا مزيدا مزيدا ان شاء الله نواصل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بما انكم تقولوا المنتخب الوطني انا والله اول شيء بعد كاع طرف احنا الشعب الموريتاني الشعب ذكي الشعب مولينين تلا يقوم مع منتخبه قال لك وين مماكير وراني الموت يقرشي وراني الشاكر جميع الشعب الموريتاني الداخل والخارج الاداء اللي عدلوا مع المنتخب الوطني انا ذا يوم السبت هاي الماضي. والله انا لكن ها في حسيت عني انسجع قال ماني مشجع وحدي ويا اللي واقفين معايا المشجعين كاملين ككل اللي منهم يرقص واللي منهم يغني واللي منهم اللي قاعد واللي قاعد واللي قاعد وطنيه ويعرفوا هم كاملين ورا المنتخب الوطني انا ذاك يطربني زين لي ليد وحده ما تصفي يا قيره اجبرت مولي الجماهير مع افرين مع ترتورة يلي الرياضه هذه اللاعبين منين يجبروا ماده تحمسوا قايل لك انا ماشي ما 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 وين مماكير وراك ما طاح ما سند ذراع ذيك الناحيه جاوا المشجعين كاملين جاوا من كل ولايه جاءوا من كل ولايه الناحيه موريتانيا كامله جاءوا من كل ولايه جاءوا باجل يشجعوا المنتخب الوطني الموريتاني وانا ذاك اللي لولا مول العيش ما تخرج لك رابع حق بقى ذاك الروق الروق ساعدوني وراني شاكر جميع الشباب الموريتاني الداخل والخارج الاداء اللي منها عنده فيسبوك اللي منها عنده انترنت واللي منها عنده رنانه واللي منها عنده كامل متابعين هذا المنتخب وملي شاكرين ملي من جد وجد ومن زرع حصد اول شيء شاكرين رئيس اتحاديه كره القدم هاي الفوز انا مهنئ بهاي الفوز اللي هاي الاداء كامل لولا ما العيش ما تخرج الكراطة اول شيء راسه هو بعد عند ربي يغفر لي صحيح. هذا نعرف انكم تقولوا ربما تقولوا انا نقول انت ترى مصفق بها انا مشجع لين نشوف ايجابيات اللي نتكلم عنهم ولين نشوف سلبيات اللي نتكلم عنهم انا كمشجع يا غير مشجعه اللي الوقفه اللي طا زمن واقف مع هذا المنتخب هنينا مرق منه حد قال بوركينا فاسو بوركينا فاسو ما هي ايكيب صغيره والحمد لله الحمد مولي بهذا مولي يصير لو بلان ناسيونال انترناسيونال في الوطنيه وفي الخارج باللي جابوا لنا كنال بليس وجاب لنا الجزيره ووقف لنا يم ملعب الشيخ ابو البيديه تعرف واش كان؟ حق بقى كان دهر مضاء كنا عرفوا احنا كان بالرق وبالكوكياج واليوم الحمد لله هذا سينتيتيك وهذا فيو ياسر بالبليدات اللي فيهم الاكاديمي وينزلوا فيهم ما نقدروا ناكلوا الصلاه من دون بيبينيير
يهدي بالون ما تلاقي قد ينزل رجاء الشيباني ينزل لا شير وبوركينا فاسو فيهم مش من لاعبين فاتوا لعبوا ثلاث مرات في كوب دافريك ونحن برك عندنا جيل صغير جيل قادر وجيل قد مولي يخطمنا الشور شور 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 كاس الامم الافريقي اللي ما تلقى كاس العالم هي لا الثقه لان دير الثقه في راسك دور تمشي لكاس العالم وراجع من عند مولانا مولي نقيسوا لكاس العالم وخالق هاي مولي لا لقدام اللورا ما في شيء ما سمعتوني بقى سمعتني زين ترتشورا انت يوم السبت الماضي كنت في الملعب وكنت ما شاء الله فتبارك الله انا شفت بعض من الصور على فيسبوك كنت ما شاء الله مشجع من رايك انا كنت ترتشورا عندك فرقه اخرى اكيب ليتم تعاونك في ذا التشجيع والله لا انت وحدك عندك نيف فيرتك وعندك حالتك والله سويتينا شنو قبول كان كنت اللاعب ومشيت مع المنتخب مازالت لا القبره تسدي اللي منا جبار هيك القبره هيك الساعه انا فيها معاهم فيها واليوم لله الحمد لولا من مولى كراطه مات مولى لولا مولى عيش مات الحق الكراطه ولحقنا هون اليوم جبرنا مولي الحمد لله جلبنا ياسر من المشجعين جاوا نتمناو تعود فرقه كبيره من المشجعين يا غير مولي لا عاد فوق هاي ترى مولي ما تخسرش لا طالبها لكم بلا قديتوا تطوالي ما سمعتوني زين سميرة لعاد عندك فيديو اللي تطلعي نطلب من المخرج عنه يطلع لي الفيديو اللي ترتشورا نعم نتابعه ان شاء الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفيديو من ضيفنا الكريم مشجع المنتخب الوطني ترتشورا ترتشورا شو ما عندك هذا الفيديو هذا في اي استاد هذا في ملعب الشيخ ابو بيديه ايوه وش تم تريشاتك الفكره انك تعدل هذا الفيديو والله مو عدل منك تملك عالم به هذا تتبان رقاص قاع ما شاء الله انا الحقيقه هذا ما هو شيء طاري اللي منها يعرفني في موريتانيا هو يعرف عنه شين قال نورغيس هذا مو شين ولا حرام هذا يقول عنه شين رياش حد متغفل والله حد ما يعرف مذابته هذا شيء رساله ما خارقه دوله ما في رياش يقود اول شيء بعد قال تقول تعرف بعد قيمك وتعرف اصالتك وتعرف تراثك حد انك تقدر تقاوم يجي تقول ما تعرفه ما انا قايل انك تقدر تقاوم هاي لا من التراث صحيح الكره تكون والعلم يطور الرق هاك الرق الرق نطلب مخرج عشان يطلع لنا ارقام الهاتف ونرجع شوي لترتورا ترتورا لهنا نرجع لك شوي بسؤال من درا الاتحاديه شطرا لها الساعه اللي جاها الرئيس احمد حسب وجهه نظرك انت هاي اتحادية كرة القدم من سنة جاء رئيس اتحادية كرة القدم أحمد يحيى فتبارك الله ما شاء الله ما قد نقول لك أن بعد قال هو هذا الشيء طموح شفتي هو لعبه
حد لا يلود لها ولا يعدلها. لا بد لك تقول طموح، هو الشاب طموح صحيح وشاب واعي صحيح، ويجدي لحقنا مولي لا ابغاها يجدي لحقنا لك الجمهور بيه اللي كامل. فتبارك الله ما شاء الله الا من اراده إرادة الإنسان يود هو من اللي عنده يود حقيقي عنده بي اللي أنا عندما شفتيك الساعة هون رئيس بلاتير رئيس فيفا وعقبك جا هون رئيس إنفانتينو يعني إنفانتينو رئيس فيفا حلمت أني أنا قد نتحقق يوما ما نقيس كوب دافريك ونقيس كوب دوموند بي اللي شفتهم ومنو كلهم السالم تمام. حسيت أني قد الله أنا لحقو كوب دافريك ونقدو نلعبو كوب دو موند بلي هما ما كانوا يقدروا يعرفوا عني ما كنت نظن انهم يوصلوا لموريتانيا ولين وصلوا لموريتانيا اللي فهموا ان موريتانيا تقدر تعود قادر عندها اجيال اللي يقدروا يتباوسوا معهم من الى حقوا لهم بلي نبغوه وانا ظني شاكر فيهم وشاكر يوم اللي يوم اذا نيني خرص رقاج في العالم كامل باسره من عند ازيا اللازي وينين اوروبا ونين افريقيا نين تخرص كانال بليس دور تشوف موريتان اندريكت حق الحمد لله هاي مباشر فتبارك الله ما شاء الله نشكره علي به اللي هذا واعد نقدر نقول نحن هون في موريتانيا قد يقولوا واحدين من نقاه يقولوا هم حاسين قبل بالمباريات بين موريتان و بوركينا فاسو يا غير قدوا اياه يحسوا بها لا من طرف فيسبوك ولا انترنت يا غير العالم الاخر شافوا مباشره في كانال بليس شابوا مباشرة في الجزيرة هاي نشكره لي بيلي شفت الناس في العالم قالوا لي نحن وشفنا مولي شبابنا مولي كور الكرة كوروها مع 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 بركنابي سمعتوا كورناها ونعتنا له مولي أن هي بالون ما وما أعطيها أن ذوقنا نلعبوها لاعبين حقيقية مولي يا خير الموف دايجر جيب ساعة صحيح. إيجابيات تتكلموا عنهم وساعة سلبيات مولي قاع احنا قاع اصلا اللي ماشيين على السلبيات نالي اللي كانوا السلبيات تم الناس تواطوا تم انا هون في البلدية يقولوا لي شرطونا انتم انقلبتوا كم يا قال لا وقتنا مقلبة بقى ساعتنا قالبين قاع ايت نتلاقى مع مدى في البلدية نبقي لكن ساعة انت ماشي في البلدية اللي يقول لي شرطونا راينا بقى مهنئينكم انا ذاك القلب ذاك زين عندي انا من بالبترولي انا داخل النشاط مو ماقول بي اللي نعرف عني قالب حد من جد وجد ومن زرع صرع حصد صحيح زين موجه تحيه خاصه الرئيس الاتحادية احمد اليحيى لهذا ما شاء الله تبارك الله تقدم الكره كره القدم صحيح اللي في البلد ما شاء الله متقدم تبارك الله زين صافي نبغوا معنا مكالمه لعات اللي جاهزه الو السلام عليكم مشاهد الو السلام عليكم السلام عليكم مشاهد برنامج صباح الوطني مباشرة على قناة الوطني السلام عليكم السلام عليكم وإذا ما يجهدوا الاتصالات نرجع للموضوع صافي زين الو السلام عليكم عليكم السلام مرحبا وسهلا تفضلوا الاسم الكريم اتصل منين اخي المشاهد خالد من الزلات مرحبا بك وسهلا اخي المشاهد حاول تسمعني من التليفون وتبعد شوي عن التلفزيون نبقى نحييك ممكن حي قاعد المشكلة البلد الوطن شكرا نطلب من المخرج عنه يزيد لي صوت هذه المكالمة ماني نتمكن من السماع حتى نسف لقطع هذه المكالمة يبدو انه افقدنا المكالمة ونقبض معنا مكالمة ثانية قالوا السلام عليكم مشاهد وعليكم السلام ورحمة الله والله إلا برنامج صباح الوطنية تفضلوا مرحبا وخير مرحبا وسهلا ما شاء الله هنا تبارك الله بخير وعلى خير الحمد لله شاكرين قناة الوطنية حتى شكرا جزيلا
وشاكين مدري تفسيرك مسجل أخو عبد المركان. شكرا الله يحييك. وراني إن شاء الله إن شاء الله المنتخب الوطني إن شاء الله المنتخب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا. شكرا شكرا جزيلا لك اخي المشاهد. نرجع للصفحة عندك هون عبد الدايم سيدي محمد قال لك سولي لي عن رحلته مع لوفيا شرم مراكش، نتكلمنا شوي عنها. لوفيا انا ما انا اللي سافرت مع ياسر طير، انا سافرت مع اتحادي كرة القدم غير جابرت معه، مشاوني جابرت معه لوفيا الوطن واللي ماشي واللي مازال يسجلوا منتخب الوطني. صحيح. مشاو كيف تمولي الجاليات اللي جاليات الموريتانيات في الموريتانيين في المغرب كامل، النواحي المغرب كامل جاوني في الجاليات اللي يقراوا فيهم الترك اللي يقراوا فيهم التلاميذ الطلاب جاوني كاملين. انا نين ندخل فما لازم ندخل تعرفوا طوال العاده مو مهم قاعد تساوني انا ومعتجبين ويشوفوا تاتورا وجاوني كاملين وجاوا معهم اللي لو فيها الوطن وفيها الوطن مولي الشباب واعي وذا مولي حقيقي عندهم مولي معاصرين المنتخب الوطني اللي زي الحين وانا مولي شاكرهم على تواجدهم مع المنتخب الوطني دواما. صحيح. ومشيت معهم من المغرب فما ومشينا نين انين انين مراكش وسجلنا معهم المنتخب الوطني ونشكرهم على ذاك الاداء الزين. وبدورنا احنا ما نشكرهم ويتجمعوا ويا الوطن على ذاك العمل برئاسة الاخ موسى النصوفي. صحيح. هذا طيب زين. ايوا ترتشور على القصه و عندك شيء تقوله؟ وهنا نشكر المنتخب الوطني. والله نشكر منتخبنا الوطني هم كاملين ما هو اللي منهم نازل واللي منهم منزل نحن شاكرينهم كاملين. يا قال هما كاملين كلهم يتحضر هما كاملين مولي خوت وذا مولي حقيقي عندهم ياكل اللي يمثلوا هاي الوطن العزيز. احنا عندنا ذي الوطن سابق طير طيور طايرين طير النازلين واحنا ذاك النهار فيه زيان عندنا انهم هما كاملين اللي منهم داخل واللي منهم ما هو داخل كاملين مصممين انهم يبقوا يقعدوا. حد شاف بوركينا فاسو يعرف عن بوركينا فاسو منتخب اريق متين متين تبارك الله. بالنسبه لبعض اللي كاش يعرف الرياضه حد قام يعرف الرياضه قام انا حقيقه ترتورا لاهي نسولك شوي ترتورا انت ما شاء الله مشجع وعندك ياس من لقاني تقولهم في استاد نبقيك ذاك تقول لي واحده من لقاني تعود من اللي مشهورات لقاني انا ما اللي تهز انت بهم الشبكه شاكر المشجعين المشجعين اللي الحمد لله اللي شاكرين اول شيء بعد رئيس اتحاديه كره القدم هذه اللي طر في العصرنا واللي تطورات هاي المشجعين الحمد لله عادوا طارين يا قال مولي كامل نرجعوا من عند مولانا يعود مولي تطور من قد المشجعين نهار انا تمونكت فهمت عنهم عاد المشجعين حاسين بالرياضه شنو هو التشجيع والتشجيع هذا مو ترتوره وحده حقيقه. صحيح. اللي جبر اللي جبر اللي جبر اللي جبر شواي ما ينحربوا ايدي يا غير انا مولي نبقى فم الامبراطوريتو انا ما نبقى في شيء ما سمعتني ما تمونك انت امبراطوري فيك اللي ايوه تو انت ما نافع فيك شتى ما شاء الله عليك امبراطوري وفيك الناحيه شاكرهم وشاكر الاعداء اللي عدلوا والله متمونك منهم وعاد مولي المنتخب مولي يحس ان المشجعين خالدين به اللي هو خالق الصموت نين يخلق ولو كنت تكور الكره دي تعقب انت جسمانيتك ولا مانك الى المستوى يا غير مجرد ان المشجعين نين يحركوا ويحماوا اللاعب لا يحس عن المشجعين واللي ما حاسب ياك ما عندي مسولو عن شيء لا شيء يعني ما انا من كره تكور هي ما انا من منكر عن ذاك والكره تكور والعلم يتطور لا نختار لكم انتم ما تموا تكوروا معنا الكره ايه هو ليه نكوروا الكره واقول لنا شيء ليلى ماني ليلى مانا ليلى مانا دز نقول لكم ليلى ماني ليلى مانا قولوا انتم ما تدز انتم ما تلاقوا الرياضيات والله حبيبي حنا نقولوها لين عود في استاد ليلى مانا دز ايوه هذه هاي الاغنيه اغنيه اني نقولها ورا الشباب
نقول ليلى ماني ليلى مانا ليلى مانا دز الشعر وجنودهم ليلى مانا ليلى مانا دز هما كاملين الشعر وجنودهم يقوموا يرقصوا ويقوموا يقنوا وتقوم الكرة دافعة وعد الشك ويحسوا بها اللاعبين واللي ما حس بها قاعد يعطيه طرش لا ما سمعتوني حق بعد ما حس بها يعطيها طرش قطعا يطلعوا معنا مكالمة نعطيهم فرصة المشاهدين الرق بعد عقب هذه مالا لا بد لنا مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ما شاء الله فتبارك الله. بخير وعلى خير الحمد لله. الاسم الكريم ومنين متصل؟ الحمد لله احمد اللي مرحبا وسهلا ومرحبا اهلا مرش. الحمد لله رانا جبرناكم اليوم جبرتونا للاسف فقدنا هذه المكالمة. نبقى معنا مكالمة ثانية. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك معاك النجاة بنت تخيلة. مرحبا بك وسهلا حبيبتي تفضلي. انا نحييكم على البرنامج. شكرا. مرحبا بك وسيدتي انا نحييكم على البرنامج. شكرا جزيلا. وعلى تقديم المستمعين. شكرا. شكرا. عندكم تحية خاصة. شكرا حبيبتي. راني نحيي السعد من هذا ومحيي مدير المنتخب الموريتاني. ونعود فعلا على مشرفنا. تحية خاصة للأستاذ يحيى فعلا أحمد ولد يحيى فعلا صحيح مدير الاتحاد كرة القدم صحيح فعلا أنا عنده تحية خاصة عنه رئيس الاتحادية صحيح فعلا عنه المنتخب بقول له الشهد ياسر تبارك الله ما شاء الله التطوع وشهدته الاتحادية كيما قاعد بغير الضيف معاكم فعلا عن هذا نهار المباريات اللي عدت في الملعب فعلا عن الملعب نحن الثاني كنا تعلم فعلا عن وضعه عنه فعلا عن الطوع والتسريحات اللي عدت وراني محيي حق هذا المخرج تعبتو فعلا محييك وحتى شاكرته حتى على في مكاني منتخب الموريتاني مهما كان امتناع ومهما كان كان جاتنا في قلوب ضلع وشجعوا بمراسم وراي تحية خاصة تعطوا سيال لأنه فعلا عنه المتاخذة يمشي معها كثير جيدة وشجعوها فعلا عنه دراما كامل كمواطنين عنه المتاخذة نحن نشجعوه وشجعوه إلى زاد وشجعوه مدينة إلى تحت ولا قدر الله زاد نعرفوا أنه هو يسعى دائما زاد شكرا جزيلا استشهد هذه المكالمه وكانت مدخله اكثر من رائعه صحيح. من مشجعه وطنيه بحت موجهين لك تحيه خاصه وبدورنا نحن نوصل تحيتك ان شاء الله ربي الرئيس الاتحاديه كره القدم احمد اليحيى اللي ما شاء الله اشتغل على هذه الاتحاديه به اللي الدليل كاع على ذاك وهم شفناه تبارك الله في هذه النجاحات اللي ما شاء الله عاد تواكب دائما المنتخب تشرشوره لي تكلمني شوي عن صوره قط عدلتها مع صاحب الفيفا جاني انفانتينو هو وحمل اللي يحيى متعنك دايرها في دارك والله وسام شرف والله لك ما شاء الله رئيس اتحاد كرة القدم الدولي جاني انفانتينو رئيس فيفا عندما جاء هنا شاف موريتان وتحير خارجين وحدين كان اني قالوا موريتانيا يقول لك انا بريطانيا هي هذا كامل هي رساله شفتوا الرياضه هاي رساله واللي الشعوب ياسر من الشعوب اللي تقول له ماركا موريتانيا يقول لك للموريس اللي تقول له موريتانيا يقول لك هذه ايش قال بريطانيا بهم اللي ما يعرفوا موريتانيا وعاد الحمد لله ماركا اني تخلق الرياضه وتخلق كامل محافل دوليه عادوا ينعرف موريتانيا عاد مولي متفصله هاد ولادها منعتين موريتان الحمد لله
ونين جا هو هنا رئيس الدولي لكره القدم. شاف موريتانيا وشاف مولي بلد طيب، شاف ماده كامله، الشعب ديني، شعب وكلها نيجي هون خاطر يرفدوه ويعطوه الاحترام ويعطوه واجهه صحيحه موريتانيا. هاي سمعته. ونيجي هون شافني مولي شافني عني ماني سيبه، ماني بسيط، اجى سلم لي وكرد بيدي وهز بيدي حتى وما بين تكلم معك بالفرنسيه ايه. تكلم معي الفرنسيه وتكلم معي، قد قال يتكلم معي الانجليزيه. يتفش انجلش؟ يس. انا بعد شكرا ما هو متمنى انا الارض الواقع ترترم ما سمعتوني تاك الروح لبتي ترترم انا كنت بسيط. زين ليه نقول معنا مكالمه ثانيه. السلام عليكم مشاهد. الو السلام عليكم. اذا تحيه الصباح. نقول مكالمة ثانية. نقول مكالمة ثانية. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم مشاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم اتصل مني. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك وسهلا. مرحبا بك وسهلا تفضلوا. هلا حولك. الحلقة اليوم حول المنتخب الوطني الفوز على بوركينا فاسو، وضيف الحلقة تشارتورا مشجع المنتخب. للأسف يبدو أنك ما كنت متابع الحلقة. يقطع عنه يرجع صحيح. نقوم معنا مكالمة ثانية. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو لاباس. ما شاء الله فتبارك الله بخير وعلى خير الحمد لله. برنامج الوطنيه. والله برنامج صباح الوطنيه. تفضل اخي واسمعني من التلفون وكحز شوي عن التلفزه. اللي تقولي عن ترين الكهيدي. مرحبا بك وسهلا ومرحبا الكهيدي. مرحبا. لا انا شكرا ترتشور على شكرا. ذاك المعدل كامل على المنتخب الوطني من بدايته يا بركاتي. لازم عاد القوانين كامل هو تبارك الله الناس سبورتر مرابطون ما تحرك عنه. حق الحمد لله. وشاكر مولي احمد يحيى صاحب الاتحاديه العد الكامل الاتحاديه اللي تساعد فيها. وجزاكم الله خيرا على البرنامج وشاكر كابتورا على كلام مسدني لي حتى احنا الكهيل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ومسلمين زاد احنا مولي الكهيدي حتى. وصار ترى هم اللي مسلم على اهل الكهيدي يوم اللي هم لهم هون سلموا عليك. اي ترى 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 هون عندك جاك سؤال محمد احمد فال احييك الاخت صفيه سماني ومن جارك في العمل الرائع جدا فكره تنوع وتلون المواضيع والضيوف بقصد المتعه والافاده وهذا لطالما ديدن البرنامج الناجح اسئله واستفهامات للضيف ترتشورا وحذاري من التصفيق والمجامله امتهنت التشجيع منذ عقود كما تعلم ويعلم الجميع وانت رب اسره ومعيلها هل لك راتب رسمي؟ نظرا كان قال لك كان عندك خلاص تخلص عليه والله ما. اول شيء بقى انا الرياضه جيت ماني جايها متطوع. انا حرصي. انا كنت نشجع فريقي المفضل الحرس الوطني لا يخسر عزك. هاي سمعتي؟ ونيني يخلق نيني ود الحرس الوطني هو اللي يكور الكره. ترى معروف مشجع الحرس الوطني. ولا نتخلى عنه. فريقي المفضل هو الحبي بعد كاع. نربي يغفر.
حبه كذا عن الحرس الوطني سعد الملك وذيك الناحيه هذا مشجعي ذاك الزمن شيء مولي رايا وقابوني منتخب الوطني كمشجع نمشي معاهم نربع معاهم قادي وجاء صحيح واللي فهم الاخر انا ماني منبش عنه اللي معدل لي واللي مو معدل لي اخبر فيهم هو ولا اخبر فيهم اللي هو اللي مسوي بين قوسين المهم عندي انا ان الفريق انا المفضل الوحيد انا كحرسي فريقي الحرس الوطني إذا أنتوا ستختاروا عزم بيني معكم يتم من الطاولة معانا تو الحرس مع شرور مع شرور الجاق هذا فريق يعني مع شرور ركس زين قال لك يا ومضرة أنت ليه تعتزل؟ هو قال لي مع شرور نعتزل ليش؟ أنا لعبت اللعبة اللي لحقتهم يلي لي نعتزل عليه ليش؟ الكرة تكور والاعتزال قال بدون تعصب وأنا يعني معتزل من دون ما مشيت عن كوب دافري نلحق انا كاس الامم الافريقي ونلحق كاس العالم ديك الساعه يسوي لي لقات عن الاعتزال بين قوسين قال هو اللي معجل وقال الاعتزال انا اللي مسوي لي اللي معجل وشنو؟ هو اللي مسير مازال ماشي للامام الرجوع انا لا للرجوع بين قوسين ماما خارقه دير بها صايعك هو تبان صايعني اقول له عندك هون عندك هون انا اللي انا اللي هو اللي قرا قردان مالي انا ما خليك شي ما صبرت ما خليك شي ما صبرت ما خليك شي ما زالت القبره الغبره حنين القبره يكتب ويا كاين ندار السنتيتيك كاين ندار وكاين ندار المهم ان شاء الله ياسر من تعرفوا يا الاستاذ اللي جيتوه يومكم يوم السبت ما كنتش شفتوا يا الطوارئ الله يبارك فيك انا اللي حصل شيء اني انا نعتزل موجب نعتزل انا ما فيش جبتها قصدي هي الرقصه ما زالت لا مارسه انا رقصتي انت اللي تبي لا ترقص الرغبه محمد فار راهو قال لك انك تشي معجلك على اعتزال وما معتزل لا ما على بس قول لي لانه هذا ما ان شاء الله ما له ما قول انه تراجع قال لك انك تراجع عن ذاك عندك هون احمد سالم البومبو السلام عليكم ورحمه الله تحيه طيبه لكم صفيه وسميره وتحيه خاصه لمشجع المنتخب الوطني ترتورة واشكركم على هذه الحلقه الاكثر من رائعه نختارك تقولي لي غني لي شوي اغنيه على المنتخب الوطني صديق البرنامج احمد سالم البومبو من مدينه الزويرات واهل الزويرات موجهين تحيه خاصه للمشجع ترتورة وموجهين تحيه خاصه لبرنامج اكثر من رائع شكرا جزيلا احمد سالم البومبو نظرك انا كريت لبي له هذا الطلب والله ما دور لي لبيه له صباح الوطني وهذا من الزويرات قول له عندي لا حليب بنينا نجي شهر الزويرات الاغنيات انا في جيت من الزويرات راهو عند الشباب هو يعرفهم هو حاول ما جيت شهر الزويرات لكن يكسى المباريات مباريات الزويرات غير اقول له انه ما زلنا لا قلت نقنوا له ساعته كامل جه هنا قلت له نقنوا له ان شاء الله لكن لا ما زلنا في برنامج بنفس المفهوم راي لك شاكر مولي المشجعات فكرتني مرافقات معايا ثم في الملعب وكل مشجعات ما نقدر نسمي واحده عن واحده هما هي اللي المرعى هي الرب الاسره المرعى هي البيت هي الدار هي مارو هي السكر بدون المرعى لكن الطعام بلا ملح ما سمعتيني بس سمعتك بقى ايه هما يوكل مرافقات ترتورة ايه تعرفين نقولوا معايا في المحافل اللي نقولوا جايين المنتخب والله شيء ايه انت لا نرقص لا ايه اوي سقرت الزقاريت اللي ابو اللي منهم سقرت كامل راي مهنعها بذا الفوز ايه سمعتي يا اللي انسان ما يقدر يجي الاستاد اذا ما صفك جبال زقرتي لا تودي خايبه حق بعد بيه اللي يسموا اللاعبين الزقاريت يشعروا جلودهم لا ما في شيء خالق الا القدام القدام عمل بودي لا يكون هيك ولا لك معتزل ولا لي معتزل مو شي نعتزل نلعب اللعبه اللي تلحق ونعتزل اللي قال طاري لكم من الاعتزال شيء والله فيسبوك والله الرنانه قطعا عنه بلا معنى نقوم معنا مكالمه الو السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ماشي كيف صباحكم ما شاء الله فتبارك الله اخي المشاهد اسمعني من تلفون ونقص عنك تلفزية كانوا انتم قدم تواصلوا ام تشويش نقبل معنا مكالمة ثانية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هذا يا عباس ما شاء الله فتبارك الله بخير وعلى خير
شكرا. مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا بهالقرو. تفضل. لا حتى مشجع كبير في الشورى. ما تمكنت من سماع الصوت. نأسف لانقطاع هذه المكالمة، نرجو انه يعاود لنا الاتصال ويوصل الفكرة اللي كان له يوصل. نقضوا معنا مكالمة ثانية وموجهين تحية خاصة لمدينة قيرو متابعينا لها. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معكم مختار صالح من مريم. معانا؟ مختار صالح من مريم. مرحبا بك وسهلا ومرحبا هنوالي وتفضلوا. أنا مشجع لعب المنتخب الوطني ومشجع شرطي ورادار. شكرا. راهو يعرفني حتى جران سالم. شكرا. قال عنه يعرفك حتى تعرفه حتى قال له جران سالم من هنوالي بو. نتمنى لكم انتم على هذا البرنامج. شكرا. الشاكورا اللي نقول عنه هذا عن هو جيمس وود. لو كان ما هو المنتخب الوطني ما عنده شاكورا ذاك ما عرفني ذاك جران فان ذاك شبال. زين. شكرا جزيلا اخي المشاهد. تشرتورا له نرجع لك شوي. تشرتورا من رايك كان عندك حد من الاسره يمشي معاك شر الملعب دائما يحمسك؟ الاسره ما تبارك الله ما شاء الله ما خارج التلفزه ما جاتني شرده. انا تعرف الاسره. تعرف البلاد اللي فيها. انا قال حد من تركتك كان يمشي معك. انا قال ما نقدر نسوي للناس بي اللي انا اول شيء بعد قال عندي ابني فم عمر. ما نقدر مشامله قال بين الحقيقه قال هذاك الروح. فم عمر الطفيل راه يجي معي في الملعب. يحضر معك. ويحضر معايا وينزل مولي. جوار. جوار. يلعب تحت 17 سنه هذه. واللي كان انا فخره لي انا بلي هذا ابني. وعاد عاد 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 يكور الكره مع التركه تحت 17 سنه. واللي شافه انا مولي ما قطيت عرفت عنه كاع انه يعرف الا التركه هما اللي يقولوا لي انت عمر 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 ترتوره نزال عمر ترتوره يعرف بالون وتشوف فيها راسي انا من نفسي انا بقى فخره عندي. صحيح حتى احنا مولي مفخرنا. لا نختي لكم تودوا لا يودوا لا تودوا مزم بهلين عن ذاك. انتم مولي الحقيقه راني شاكركم مولي. الله يسلمك. بما ان انتم تبارك الله ما شاء الله نعرفكم دهر مضى في نوالي بويك الساعه. هل سبتوا عليها؟ ذيك الساعه لا تطيروا عنها انا راني نتكلموا لها عندها كامل. مات ذيك الساعه ذيك الساعه في كولونيج فاكونس. قلت ذيك الساعه انتم ذيك الساعه صغيرات. موجهين تحيه خاصه لبسام. مع بسام والساس. ويوك تريك كاملين كنت معكم في كابانو في نوادي. صحيح. وما مريم براين فار ساعات مات صغيرة. طيب شاكركم اليوم في هذا هاي النداء اللي لبيته اليوم. بما اني انا انتم ما تبعد كاع عرفتوا عني ترتورا اللي كان من واكب ياسر من نوم. جزاكم الله خيرا وياك الروح. زين الروح. ترتورا جاتني رساله من فيسبوك عن المشاهدين يدوروا نعلو لهم الفيديو اللي طلعنا نعدوه. زيد الفيديو اللي تترقص فيه. والله نطلب من المخرج انه يعد لنا هذا الفيديو. اكمل السيدي. Thank you.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفيديو لاكثر من رائع للمشجع الوطني ترتره ما شاء الله تبارك الله فيديو زين. صافية يبدو ان عندك زين سؤال. عندي بعد السؤال ترتره نختار نعرف اللاعبين شنو هي علاقتك بهم؟ اعتبرينك اخوهم والدهم، شنو هي العلاقه اللي تربطك بهم حتى؟ حرام شيخ زين ما سمعت حقيقتي حقيقتي زين جيتي ترى ما بين مع بين مع المنتخب كون التي احسن هذا مو اللي موشي طار انا لعبت معهم صغيرين ما فيهم واحد ذم ما لعبت معه مازال صغير في الاكاديمي بعد لا هاي سمعت وكلها نعرف من بلاد انا لاحق معه وكلها نعرف من بلاد انا نلعب معه ونعرف الساعه اللي نلعب معه ونبين معهم اللي لا الاحترام شفتي انا جوشي ما جاو الفاكسيني صحيح انا محترم وخوتي نختار لا نحترمها ما نبين معهم هم كامل سيانين عندي هما قاعد لاولادك فر خوتي واولادي ونجوق معهم ونرتاح معهم انا الكدر ما نعرف الله لي الكدر انت شدوا شدوا محا قطعا عن الكدر قالوا في الاسبور فير بلاي سبور فيها الانسان يوسع اخلاقه الا نهارك متمونك ونهارك ما انك متمونك يا غير كامل الا الصبر وانا ايت بيا مرات لين الاستاديو يمتلئ والجماهير كامل يتواجد ونشوف انا راسي نوخه ونعرف اني محبوب لدى الجماهير. ذاك اللي هو المهم. هذا نختاره عن كل شيء. يلي نوخه عن بديات نحس الى حس المنتخب الوطني كلها لاعب ماركي بيتات ويدخل بيتات ومعروف والواي ترى مولي معروف يلي المشجع. صحيح. هاي سمعت. ولا نوخه ببلاد ما قالوا الناس ترى نعدل معك الاوصاف ونعدل معك هذا انا زين عندي ومونك عندي يلي من جد وجد ومنظر حصد. والكرة تقوى بنيت في القلوب الجماهير بنيت في القلوب الجماهير هيك البلابة المحبة والصداقة بين قوسين حقبة الرق لين نقول معنا كلمة ألو السلام عليكم مشاهد ألو السلام عليكم ألو ألو السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا اسم الكريم تصلي سميرة حياكم الله الله يحييك خير معكم احد مستمعينكم القدماء عبد الله بن احمد عبدي وخير الله يحييك وخير تخير يا مرحبا وسهلا الله يحييك يا مرحبا وسهلا اخواتي العزيزات شاكركم على البرنامج شكرا جزيلا لك وهذا التنوع بينم عن مستواكم راقي الحمد لله ولين نقول حسب التجربه بين اللي قالوا الفريق الوطني من دون اللاعب الثاني عشر الى هو المشجع بين لا قيمه وبين المشجع عنده دور كبير عنده دور كبير حالة كاع الفريق مهزوم عنده دور كبير ولا حريرين يعود فريق منتصر الا بما يعني هي الظاهره اللي معاكم اللي قالت الصوره اللي انا الحمد لله نعرفه. لا يقول لك بدل خالق جميل كان في تونس. كان يمشي مع الفريق التونسي. اي مباراه في العالم يجلسهم وقال ذاك الراجل المشجع توفى وعاد ولده. رياض بنفس المشعل اللي كان رياض ذاك الوالد يتنقل اليوم مع الفريق التونسي. صبية وسميرة يالكم تعرفوا بعد على كل حال اللي قالوا الرياضة الموريتانية رياضة الكرة بعد بصفة عامة حسب تجربتنا بعد انها اخرج جايات المتحسن الحمد لله يا غير ما دبنا الناس عندنا راضي تنطيل المشجعين اللي تمشي مع الفريق خاصة بعد الحمد لله اصبحنا جد ونطمعوا بعد ان الانجليز وكاس افريقيا الكاميرون يالكنا ننطلق من ضرك يعود عندنا نخبة من المشجعين يقودهم الحمد لله يترتر ذاك الشباب الأخر اللي متواجد الحمد دائما مع المنتخب وجيت معاه مالي وجيت معاه جنوب افريقيا وياك الاتحادية وزارة الشباب والرياضة تقبل همومها وتمولهم وتنظمهم يعود يعدلوا
مثلا هذا التشجيع اللي يشوفه العالم ما يعود الا رقصات وتوم وقت الفريق منتصر وعند منين يلزم يعودوا ما هم متواجدين. لكي لا اطيل عليكم الف تحيه لكم يا السميره ويا صغيه، ونورتم دائما الوطنيه والاعلام الموريتاني. والف تحيه لك يا استاذ ترى. شكرا شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك عبد الله اللحمه العبدي المستمع الدائم لفترتنا في الاذاعه واللي انتقلنا الحمد لله للمرئي تبارك الله. الحمد لله تواصل مرحبا وسهلا وخير. طالما تبارك الله نورتنا ان شاء الله المشاركات اللي اكثر من رائعه والله ما شاء الله. سميره ترتورة كيف ما قال عبد الله حالم عنك ما شاء الله تبارك الله معروف، وعن يلا نم الملاحه وام اللي تبارك الله نجاح وتقدم كره القدم، وذاك يرجع للرئيس الاتحادي احمد واليحيى الحمد لله. عن مال هذه الاتحاديه ما تقبلكم انتم كمشجعين، تنظمكم وتعدلكم ذاك اللي يلا تعودوا على بعض شي ذوك وها معروف. تفضل. هذا ما شاء الله كلام زين وهذا كامل لا يوجه الى الجهه المعنيه. زين. بين قوسين. وانا الحقيقه والله اللي قال كلمات فما بالمقارنه اتمنى انا المشجعين كاملين يبنوا وجودهم يعودوا طابور والطابور واحد. والطابور واحد كاجل المنتخب. كل اللي قرينا بقدحوا ما هي صح. ما سمعت منها. ذاك الروح. يا اخي انا اختيار اودو طابور واحد. انا الحين المهم ان هاي عاد عصرنا. عصرنا التكنولوجيا. عاد عصرنا فيسبوك. عاد عصرنا واتساب. والناس كلها لا يمدح. وكلها يقول اللي يبغى يقول. انا ماني معدل الفيسبوك غير انا اعرف اني شهير. ولا انا عدل تبارك الله ما شاء الله ولا انا عدل واتساب اللي انا ياسر من شيء ماني صايب له ولا نبقى نكلم فيهم اللي ما نبقي فيك الناحيه نختارهم هما ذوك على المستوى اللي منهم على واتساب ولا منهم على الرنانه غير نختارهم احنا كاملين بقى نقودوا طابور واحد ولو ياك اللي يكلف به اللي منها مديور فما راي كرئيس اللي المشجعين يقودوا الصحه غير نقودوا بقى طابور واحد يا غير مولي لا لا يساوى انتم جنب الترتورة على الاقل يعود فما رئيس المجلس الاعلى للمشجعين من ساعد امي ذاك الروح. زين نقل معنا مكالمة ثانية. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم مشاهد. هي تبي تعود هي اخر مكالمة الوقت فات منو ياسر. حتى اهل الزويرات هما يدوروا مطالبينك وتقول لهم تقول لهم الو السلام عليكم. زين الو السلام عليكم مشاهد. تشجعهم شوي يبدو المكالمات ما هم جاهزين. نرجعوا للتشارتورا يعني يجهز المكالمات. يا وليد سمع اهل الزويرات والله ايوه اهل الزويرات هاي الزويرات عندهم شي خاص. هاي من الزويرات يعني موجه لهم هاي هاي الفوز المنتخب. السلام عليكم. مو هي الزويرات وحد بدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اذا تسمح لي ضيفي الكريم شوي دخلت الكلام. وعليكم السلام ورحمه الله. وش حاسس صار بكم؟ ما شاء الله انك تبارك الله بخير وعلى خير. الاسم الكريم؟ ما شاء الله انك تبارك الله. زين. تفضلي. كيف فاطمة؟ مرحبا بك وسهلا فاطمة. متصلة مني؟ كيف فاطمة؟ مرحبا بك وسهلا فاطمة. متصلة مني؟ من غاب شوقهم. مرحبا بك وسهلا. مرحبا بك وسهلا تفضلي. تشرفت بكم. مرحبا بكم. هذا زين عندي تبارك الله. الله يسلمك شكرا جزيلا. وعاجبني الصوت تبارك الله. شكرا. زين ما شاء الله على البرنامج. شكرا الله يحفظك. ان شاء الله تاخذوا بياس ان شاء الله. الحمد لله. شاكلكم صور شاكل هذا المشجع. شكرا جزيلا لك ترتورة. شكرا لك شكرا جزيلا لك على هذه شكرا لكم صور يا
الله يسلمك. شكرا، نورتينا بالمكالمه. يا مرحبا وسهلا. يا مرحبا وسهلا. يا مرحبا وسهلا. نرجعوا لكتر تشوره، كنت راهي تقول عنك موجه تحيه عن النجاح، انه ما هو الزوالات وحدهم عن الموريتاني. هاي النجاح الله يوجه تحيه لجميع الشعب الموريتاني، جميع الشباب الموريتاني ككل، وجميع الولايات الموريتانيه والقريات والمقاطعات والرياف. هاي هذا الفوز مهنعهم به، به اللي عينا فينا مرات انينا 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 تنقلب واللي نسمع ياسر في مبديات يا قريب مرابع متربعهم. نختار نقول لهم اني مهنعهم هما كامل، خاصة المقاطعات والرياف. الرياف خلطات المقاطعات والرياف مقاطعات مقاطعات الولايات خاصين الولايات وفيها الرياف حتى ما تعرفين ربي يغفر لي تيجي تي الوطنيه التلفزه الوطنيه حيوان هو سمعهم شي الوقت مثلا مهنا النوادي ومهنا النعمه ومهنا الكيفه والعيون ومهنا كهيدي سيدي بابي خاصه ومهنا دقوارب ومهنا جميع الولايات. زين هاي سمعت والله هاي الفوز نعرف عنه نحن كامل متقاسمين فيه المحبه. به اللي حد اينينا الشباب في عدد شيء لا تعود لا تعود مقاطع ولا تعود مولي منعوا الخير. اللي تبقي راسك وتبقي نخوتك كامل. نتمنى بقى انا من نفسي انهم يواصلوا النشاط هم وهم اللي يقدروا يمرضوا منتخبهم هاي من الظلمه. به اللي المنتخب بدون مشجعين. ماني قايل انه قد والله ما نعرف طعام بلا ملح لا عاد قد هما اللي تموا تنزلوا وياكلوا تموا تنزلوا تو ما فيها ما فيها المشجعين ذاك ما يصح ماني قايل صح هذا ما تقدروا تصحوا ما يصح انا بعمل قلنا نصور المنتخب بدون ترتور الكره بدون المشجعين لكن طعام بلا ملح اوف انا قلت صح الكره تكور والمشجعين يسجلوا صحيح زين ايوه تفضل راني مهنا بومبا ذاك صاحب الزويرات بومبا صاحب الزويرات هو اللي دراك تقول لي بومبا يعرف اني قاعد قلت خليت له مازال هذيك الساعه ينزل هو مازال ينزل هو هذيك الساعه تشجعته روح كامل هو قالها قال عنا قطشيت الزويرات وعبد الشمو ما عقلوا شجعتهم الله الله يعني مولي انا قاعد الولايات كامل المقاطعات بليده وايكولي كاملين شيء بيدي انا مشجع صحيح زين قال لك بوك سلمي لي على ضيفك وعندي سؤال لا عندي سؤال غير عاجبني انسجامه وصبره على قناعته ومحبته لما يحبه بالصدق وراني مسميه ملح الفريق وشاكركم على مواكبه الحدث وموصيكم على المتابعه كل جديد وشكرا جزيلا وقال عنه راهو راجع في بيلي ما سميت ولايته هو ولايته تقان تقانت تجيجي انا تجيجي قال لها هي المسميه مش هي البيكا قاو المسميه هذا كامل لله ما تقانت ايوا راهو رضا راهو رضا عليك زين ضيفي الكريم لا تسمعنا شيء نعود نختمو في الوقت مثلا انه ياسر هذا نقول لكم هز الجدارة هز القلبونا اوه يا ولاد الدولة لا يشنوني هل اغنيه كنت نغنيها قد يعود واحد اخر والله مستمع اخر يمشيها على تكنولوجيا والله روايه انا ما نعرف لك انا عندي اغنيات نغنيهم للفريق وتهمنا لا تحجي باب الفريق صحيح تشجيع عليهم لا تشجيع للفريق كن بقى عندها خرزه على قلتها واللي ما عنده عرات 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 انا هو اللي جاي حق ما سمعتوني بقى لكن روح غلمتي انا لا اغنيات عن ترتورة ويغنيهم ربما ملي على المستوى الذكري والفني والشعبي والفنوني على المستوى الثقافي هي الوزاره كانت وزاره الثقافه والشباب والرياضه ايوه وعقبت تفاصلت وعادت الثقافه وحدها والرياضه وحدها يا قاري كنت نتمنى بقى ان وزاره الثقافه والشباب والرياضه تود الله في بلادي به الكره ما تقد تكون بدون تراث لابد ان الانسان يعرف تراثه والاصاله والقيم ما سمعتني بقى سمعتك واعر الله الا واعر تهالي تخبط له المستوى الفكري والفني والشعبي والفنوني والتكوير الكره هاي سمعتي يا قاري لله الحمد يقول مولي يتموا هما شنو يعملوا شيوخ الشعراء يعطونا كذا كذا يتموا يمشونا شوي من كلمات لغنى ما يخسر شيء انت مو تقولوا نسدوا مياك لا يتكلم
في البداية تمشينا شوي منها متعب. والسلام. السلام. 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 شكرا جزيلا ضيفي الكريم. زوزايا ما هي شيء. زوزايا. هي رايالكم ما تصلك. الله يلا حد يبقى ما يصلك. يا هنا في بيت الرجال. يا اخي الرياضه حد جاها يتعاون يعرف انه دور ينصمك بالزوزايات وينصمك بالناس العيال. يا اخي الله يوسع على قاج خلابه يعرف عند المشجعين عندهم دور. واللي متفرج واللي جاي يخرص امبراطوري يقعد واللي تم يخرص على مستوى يا اخي الزوزايا واللي لا حد يتم يحملها. زين شكرا جزيلا. والسماح. الله سمحنا نحن نتشم ولي. الستر والسماح. زين. عاشت موريتانيا. مستقلة. امين ان شاء الله. ومزدهرة. بابنائها ان شاء الله. وبابنائها. ان شاء الله. الداخل والخارج. على عين الحسود. ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام ما بقى معايا من الوقت ما هو نشكر فيه الضيف الاكثر من رائع اللي كان معانا اليوم تشرتورة. مشجع المنتخب الوطني الملقب علي جبريل سويلم ملقب بترتورة. شكرا جزيلا. يعطيكم الصحة. شكرا. شكرا مين. لك مالك سمعت. الله جزاكم الله خير. شكرا. ونشكر سميرة سمية كانت معايا في اعداد هذه الحلقة وتقديمها. ونشكر المخرج عمر جوب. في امان الله ان شاء الله قدم موضوع جديد. مصر.